أكيد ميسان، وصلنا لفقرتنا الطبية. موضوع كتير مهم، كده عم نحكي يمكن عن مدى خطورته. يقال إنه هو أحد الأمراض الفتاكة بعد السل، وكتير من الأمراض يلي انتشرت بشكل كتير كبير. أكيد عم نحكي عن التهاب الكبد الوبائي، رح نحكي تفصيليا عنه وشو هي النصائح وطرق العلاج مع اختصاصية التغذية لما بنورة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي دكتورة. صباح الخير يسعد فرح، صباح الخير صباحك، ياسر، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. كنا عم نحكي عن تحت الهواء فعلا مثل ما قالت فرح عن مخاطر التهاب الكبد الوبائي. اليوم خلينا نعرف شو هو التهاب الكبد الوبائي وكيف بصير. تماما، قبل ما انا احكي عن التهاب الكبد الوبائي بدي بس اعرف المستمع او المشاهد شو هو الكبد وشو وظائفه للكبد، لحتى نعرف انه بس يصير في التهاب كبد قديش في وظائف بدها تتعطل. الكبد هو اهم وانشط عضو بالجسم، حتى يضاهي اهميه القلب. القلب عباره عن مضخه، ولكن هلا بس عدد وظائف الكبد رح نعرف قديش الكبد مهم. هو بتم فيه عمليه الاستقلاب، تخزين المواد الغذائية وإعادة تصنيعها وإعادة توزيعها. يعني أنا البروتين اللي باكله بيكون هو بروتين بيتحلل لأحماض أمينية، بيرجع الكبد بيركبه بأحماض أمينية تانية مثل الليجو. كيف أنا بقدر شكل الليجو لأعمل منه مثلا بروتين الألبومين اللي هو الأكثر يعني نسبته الأكبر بالدم، البروتينات التخثر وبروتينات الناقلة، لأنه في بعض الفيتامينات والمعادن خصوصا الفيتامينات المنحلة بالجسم بدها نواقل، بدها مثل سيارة يعني تنقله من مكان لمكان. فهي كل هدول البروتينات الكبد مسؤول عن تصنيعها. كمان الكبد نحن وقت اللي بناكل نشويات أو سكريات بيرجع بحولها، إذا النشويات بتصير سكريات بيرجع الكبد بيعملها نشويات تحت مسمى جديد اسمه جلايكوجين، لحتى في حال أنا مثلا بين الوجبات احتجت لطاقة الكبد بيقدر يطرحها بالدم وتتفكك. طبعا في آلية عمل هلأ مو بوارد أنه نحكي فيها. كمان هو بيعيد، يعني نحن وقت اللي بناكل مادة دهنية الجهاز الهضمي هو بفكك هالدهون، الكبد بيعيد تركيبها داخل الخلية الكبدية، فكتير له وظائف. بالإضافة إنه الكبد مسؤول عن إزالة سمية الأدوية والكحول، يعني قديش هو شيء بيحمينا. كمان وجوده أساسي بقلت بعملية الاستقلاب، فشوفي قديش نحن بحاجة للكبد وقديش مهم. فمجرد ما صار عندي خلل بوظائف الكبد مثل التهاب هالخلايا هالأنسجة التهبت، معناتها قلت كفاءة الكبد. هون منفوت على التهاب الكبد. تماما. هلأ التهاب الكبد في له كذا سبب، منه فيروسية، منه مثلا أسباب كحول، منه أسباب مثلا أوتو إيميون ديزيز يعني أمراض مناعية ذاتية، من التعرض لبعض يعني تناول بعض هي الأدوية، أنواع لالتهاب أنواع الكبد. تماماً. من التعرض لمواد كيميائية سامة، من أنا هون كتير حابة أركز إنه احتمال نحن يصير عندنا التهاب كبد بسبب تناولنا أعشاب. يعني بنسمع الجارة سمعت بمكان ما على محطة ما على whatever إنه فيها العشبة الفلانية كتير منيحة مثلاً، يا ريت نحن نستشير طبيب يعني. يا ريت نستشير طبيب، لأنه في بعض الأعشاب بتؤدي لالتهاب الكبد. بس نحن حلقتنا اليوم رح تكون عن التهاب الكبد الوبائي تماما الفيروسي، اللي هي يعني هن تحت مسمى سببه فيروسي بينتقل لنا عن طريق العدوى. فيروسات نعطوا اسامي A B C D E، ولكن الاكثر شيوعا هي ال A وال B والاكثر خطوره، والاكثر خطوره السي. نعم تماما. طبعا نحكي عن هذا النوع من التهاب الكبد الوبائي تحديدا، خلينا نحكي كيف اعراضه، كيف نحن نعرف انه لا نحن بخطر لازم نشوف دكتور في ممكن صحيح. يكون التهاب كبد. صحيح، كتير حلو سؤالك، لانه للاسف في بعض الحالات ما بحس الانسان باعراض بالمره. مثلا الاعراض احتمال واحد يحس بوهن، تعب، صداع، وجع بالعضلات، قله شهيه، الم بمنطقه الكبد، بصير الكبد شوي بيتضخم، شوي المكان بصير هيك طري وقت الفحص. يعني خمائر الكبد الانزيمات الكبديه بتعلى بالدم الـ ALT والـ AST. قديش نحن ضروري انه نعمل فحوصات دورية. انا كتير حبيت انه سألتيني هالسؤال فرح، لشدد انه قديش لازم نعمل نحن فحوصات دورية، لانه فعلا بعض الاشخاص ما بيحسوا باعراض. الاعراض في حال حسوها مثلا صداع، ارتفاع بالحرارة، للأسف هاي الاعراض متشابهة مع كتير امراض. فاحتمال المريض مثلا معدي فعلا مثلا نقص فيتامين د بيعطيني بعض هالاعراض، وهن وجع بالعضلات.
فأنا كتير لازم أكون منتبهة، لازم بشجع على فحوصات دورية. يعني أنا وقت بدي أروح عند طبيب طلب لي سي بي سي complete blood count فحص دم، أطلب منه معلي أنا أكون مثلا عندي هذا الوعي الكافي كمواطن كشخص بخاف على صحتي، أطلب منه أنه دكتور فرد مرة اكتب لي أعمل وظائف الكبد، عم تكتب لي وتكتب لي، اكتب لي أعمل وظائف الغدة، اكتب لي فيتامين دال. يعني هدول الشغلات لأنه نحن كتير عم نشوفهم شائعين خصوصا فيتامين دال، وبما أنه حلقتنا اليوم عن التهاب الكبد فضروري أنا أعمل، يعني ما بخسر شيء، أعمل أنزيمات الكبد إذا كانت مرتفعة معناتها في عندي التهاب كبدي. بعد تحاليل الدم ما بتساعد أنه نحن نعرف أنه في التهاب بالجسم؟ يعني وقت بيطلبوا سي بي سي هنا يمكن بدل أنه في التهاب بالجسم عن طريق سي رياكتيف بروتين سي آر بي، هذا بدل إذا في التهاب بس ما بنعرف سببه إلا ما أطلب فحوصات أنا أكثر، يعني أكثر تفصيلا. بروح ساعتها على أنه أوكي هدول خمائر الكبد بدي أطلبها، شيء بيتعلق مثلا بالكلاوي بدي أطلبها، بس نحن لأنه عم نركز على التهاب الكبد فهدول الـ ALT والـ AST اللي هن أنزيمات الكبد خمائر الكبد لازم أطلبها. وقت اللي بتكون مرتفعة يعني حكما في عندي أنا التهاب كبدي، عن خصوصا انه مثل ما ذكرت انه في احيانا كثير نحن ما بنحس او بنحس انه بوهن او صداع او ارتفعت حرارتنا، طيب ما راح يخطر له واحد انه والله انا عندي التهاب كبد، يمكن اكل ضربه شمس يمكن اكل ضربه شمس، يمكن اكل شيء مضروره منه الى اخره. نعم. يعني ميسان كمان بنشوف نحن انه بعض الاشخاص بيقولوا انه هذا الشخص صار معه التهاب كبد بلا ما نقرب عليه مشان العدوى، هل العدوى بتصير يمكن بالملامسه صافحة؟ كيف بتصير العدوى وكيف بتتم الوقاية انه نحن نبعد عن هذا المرض؟ حلو كمان سؤالك فرح. بالنسبة لالتهاب الكبد الوبائي هذا بينتقل بسموه أوروفيكل، يعني بينتقل عبر الطعام والشراب الملوث، الملوث بمياه مثلا صرف صحي، مثلا بالبلدان اللي بيصير فيها فيضانات لانه يعني تلوثت المجاري الصرف الصحي بمصادر المياه الصالحة للشرب أو للزراعة، فبتنتشر هيدي الحالة، بينتشر الأبيتاتس A. بينتقل قلت لكم إذا الطعام غير مطبوخ، إذا أنا بالمطاعم بينتشر كتير تماما الغير مطبوخ، السمار البحر الغير مطبوخة أو اللي عايشة وقت اللبنة والجبنة كمان بيقولوا كتير بتسبب هذا الشيء، وبعرف إذا بهذا النوع لا، إذا كانت يعني حدا عم بيشتغل فيها مصاب بالمرض الـ A الاي مو البي والسي، البي والسي غير طريقه انتقال لهم، فانا بشدد على النظافه بالمطاعم بدور الرعايه بالمشافي مطابخ المشافي، انا لانه بشتغل بمشفى كثير كثير بتضايقوا مني قد ما كثير انه غسلوا ايديكم، وحتى طريقه تغسيل الايدين الى طقوسها، يعني اللي بيشتغل بمشفى او بمطعم يعني لازم يكون هيدي بنعطى كورس نظامي، يعني بأمريكا مثلا بنعطى كورس بالمي. لا لا بدك 20 ثانية قد ما فيك المي سخنة تتحمليها، تتحمليها مع صابون، أكيد مو سبيرتو، سبيرتو هو يعني بالعكس بيصبت الشغلة بيعلقها بقصد، لا صابون ومي سخنة لعشرين ثانية جارية تماما، وكتير نظف بين أصابيعي ضفيري تحت ضفيري، يعني أوصل لهون حتى بالغسيل، وحتى إذا فيني أكثر كمان مو غلط يعني. فطريقة غسل الإيدين إلى طقوس، بشدد كتير على الأشخاص اللي بيشتغلوا بمطاعم، أنا كتير بعرف أشخاص كانوا بمطعم أكلوا أكل ملوث للأسف، مثلا الجرسون مثلا فات على الحمام ما غسل إيديه بطريقة صح، للأسف نحن منحط صحن الحمص من يعني لكام يمسكه الشخص بفوت إصبعته بالحمص، ضروري نحن حتى في طريقة لتوزيع لتقديم الأكل يعني نمسكه للصحن من تحت، كتير ضروري بليز اللي بيشتغلوا بالأكل أهم شيء يعني يكون في رقابة أكثر من ناحية النظافة، والعالم تنتبه أكثر يأكلوا ببيوتهم. تماما تماما، أنا رح يكرهوني أصحاب المطاعم، أصحاب المطاعم هلا رح يقولوا لك وقفتي لنا الشغل. لا بالعكس، هاي إيه هاي بي وسي كيف بيكون طريقة انتقالهم؟ تقريبا بس أنا ما بالعكس أنا إذا أنتوا اتبعتوا طرق نظافة صحية زاد شغلكم أكثر بالمطعم أكيد. بالنسبة للبي والسي طريقة انتقال العدوى مغايرة تماما، عن طريق الدم، الوشم وخزب الإبر، الحقن بي يعني دم فاسد أو دم مصاب، التواصل الجنسي الأم من أثناء الولادة للجنين. بالنسبة للسي نفس طريقة الانتقال مثل البي ولكن أقل عبر الاتصال الجنسي مو مثل البي،
وأقل من الأم للابن، ولكن السي هو الأكثر فتكا تماما والأكثر مرض قد يتحول هو والبي، بس السي أكثر، لتليف كبدي أو سرطانات بالكبد. شو الاختلافات بيناتهم لحتى بيتحول يعني؟ هلأ الشيء المنيح أنه الأي في له لقاح، فأنا والبي له لقاح، فالأشخاص مثلا الحديثي الولادة في لقاحات للبيبيات، الأشخاص اللي بيشتغلوا بدور رعاية بالمطاعم ياخذوا لقاح الأي والبي، سي ما له لقاح للأسف. سي كيف بينتقل؟ عبر الدم، يعني عبر أنا إذا نقل دم عن طريق دم فاسد، الاتصال الجنسي بس أقل من البي، والأم للجنين. مستويات الشفاء دكتورة، مستويات الشفاء بين المستويات الأربعة مستويات الشفاء الأي احتمال هيك لحاله يطيب الإنسان، بس مجرد راحة ونظام غذائي متوازن. لا رح نحكي عن رح نحكي عن النظام الغذائي تماما. البي والسي لا، بحاجة لأدوية مضادات فيروسية لحتى تحد من تكاثر الفيروسي، وكمان أدوية بتساعد على تحسين الجهاز المناعي. طيب كثير بنسمع انه فلان صار معه التهاب كبد طعمه حلو تمام وقعدوه بالبيت بنلاقيه راجع من الالتهاب الكبد سمنان اكل عسل منيح حلو. خلينا نحكي شوي عن النظام الغذائي. كثير حلو. بتذكروا انه اول شيء انا ليش بلشت حبيت بلش المقدمه بوظائف الكبد، لانه الكبد هو كمان من وظائفه السكريات او النشويات، بس تتحلل تصير سكريات، هو بيرجع بجمعها بيعملها حلقات نشوية، يعني بتصير اسمها نشويات، ولكن بالكبد بصير بالكبد على اليمين بصير اسمها جلايكوجين. هيدول بما انه الخلية الكبدية صارت ملتهبة والأنسجة الكبدية ملتهبة خفت الكفاءة، كفاءة لتصنيع الجلايكوجين، فما بقى عندي مصدر للطاقة، لأنه أنا بعرف المصدر الأول للطاقة هو النشويات. مشان هيك نحن نظامنا الغذائي 50% منه بيجي من النشويات، اللي هي مو بس الخبز والرز والمعكروني، لا الفواكه تعتبر من النشويات، الخضار تعتبر من النشويات، حتى البقوليات صحيح هي مصدر بروتيني ولكن كمان فيها نشويات. فمشان هيك أنا ما بقى عندي الكبد قادر يخزن لحتى استعملهم أنا ما بين الوجبات في حالة الجوع والصيام. ساعتها بيقولوا للمريض كل حلو، كل مربى، كل عسل، ايه كل، بس ما يكون على حساب مصادر تانية من الأطعمة، لأنه مريض الالتهاب الكبد كمان بحاجة هو لبروتين، لأنه صار عنده هزال، صار عنده فقد شهية. بنصح المصابين بهذا المرض هلأ، عادة بتكون الشهية مفتوحة صباحا، فيكتروا أكل الصبح إذا قادرين، إذا في فقدان شهية يعملوا كمان وجباتهم صغيرة ومتعددة، يكون فيها مربى، يكون فيها عسل، ولكن يكون في تنوع تماما، يكون في تنوع مو على حساب البروتينات. وإذا بتحبي بنحكي كمان عن يعني هو موضوع كتير شيق، ويمكن في كتير تفاصيل فينا نحكي فيها، وخصيصا انه هو التهاب الكبد له عدة انواع. ان شاء الله لسه بنحكي عن باقي الانواع بتفاصيلها وآلية علاجها. مبدئيا شكرا كثير للمعلومات اللي اعطيتينا اياها، ونتمنى لكل الناس الشفاء. امين يا رب. شكرا لك دكتورة مرة ثانية.